نيجي آخر حاجة لموضوع البترول، ويمكن معالي وزير البترول ويعني سيادة الرئيس لما كنا بنتكلم على قد إيه النهاردة دعم المنتجات البترولية. عايز أقول لحضراتكم إن مع البرنامج الإصلاح المرحلة الأولى كانت في 2016 كانت هي دي أحد أهم مشاكل الدولة المصرية. نجحنا على مدار منذ بدء تبني البرنامج، وصلنا سنة 21 إن لم ليعد هناك دعم للمنتجات البترولية بخلاف فقط أنبوبة البوتاجاز والمازوت اللي بيروح للأفران بتاعة الخبز البلدي المدعم، ودول هيظل دايما هيبقى فيهم نوع من الدعم. كان ساعتها فاتورة الدعم سنة 21 19 مليار جنيه اللي هم يمثلوا الأنبوبة مع المازوت. حصلت الأزمة وبدأت نشوف أرقام زي ما وريت حضراتكم، 54 92 للبرميل ودلوقتي 85 87. طيب معاها حصلت الأزمة الاقتصادية ومعاها حصل تحريك لسعر الدولار، فبقى عندي عاملين، عامل السعر العالمي نفسه بتاع الدولار اللي هو المنتج نفسه زاد بالدولار بره، وأيضا موضوع فرق السعر. طب احنا هل رفعنا الأسعار بهذا الكلام؟ بالتأكيد لا. طيب ايه الحل؟ لان لازم النهاردة ارجع تاني للي انا كنت عليه في 21، ان احنا نصل الى ان كل المنتجات البترولية قادرة انها تغطي نفسها. مشكلتنا دايما هو السولار. ليه؟ لان السولار ده داخل في كل شيء، بدءا من مكنة الري بتاعت الفلاح البسيط اللي بيزرع بيها، للتروسيكل اللي بينقل عليه، للسيرفيس والميكروباص اللي بينقل المواطنين، لكل العربيات النقل اللي بتنقل البضائع. فبالتالي بنبقى متحسبين واحنا بنزود عشان تداعياته على ارتفاع الاسعار. ولكن لازم نضع خطة واضحة، ودي وضعناها، وانا بأكد لحضراتكم ان احنا نرجع تاني لهذا التوازن بنهاية عام 2025. بنهاية عام 2025 بطريقة متدرجة نرجع تاني للتوازن في أسعار المنتجات البترولية. هيظل السولار حتى بعد 2025 مدعم، مش سعره الحقيقي، لكن منتجات البنزين تكون بتعوض الفارق. لكن كدولة لازم، هو دي الإجراءات اللي لازم ناخدها عشان نظبط الدولة ونظبط احتياجات الدولة. عشان كده كنت بذكر حضراتكم ان احنا ربنا كرمنا بصورة كبيرة جدا 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 لما خدنا الإجراءات اللي فاتت على مدار الشهرين اللي فاتوا، وقدرنا نعيد الثقة تاني جوه السوق المصري. وقلت لحضراتكم احنا ما خلصناش، احنا بنبدأ ومحتاجين نكمل منظومة الإصلاح الاقتصادي، وقدامنا سنة عقبال ما نقدر فعلا نقول تجاوزنا بحق وحقيقي الأزمة. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. انا عايز بس ادي لحضراتكم رقم، لان دايما بيتقال ايه، طب هو فين انتاج زهر، هو فين اللي هو احنا صحيح في عندنا مشكلة؟ استهلاك مصر، ما تحتاجه مصر واستهلاكها من مواد بترولية وغاز طبيعي وكل ده عشان يشغل بلد فيها 106 مليون بني آدم، الفاتورة بتاعتنا 55 مليار دولار أمريكي في السنة. دي استهلاكتنا، دي الفاتورة بتاعت السنة اللي فاتت. ربنا ادانا يعني نعمة ان 33 تقريبا مليار منهم بيطلعوا من الأرض المصرية، وبالتالي هم دول تكلفة 33 مليار بس نعملهم بالجنيه، ما بدفعهمش دولار. بس في الاخر ما هو لو كان عندي قدرة وفائض كنت هعمل فيهم ايه؟ كنت هصدرهم ويجيبوا لي دولار. لكن النهاردة 33 مليار من المنتجات اللي بتخرج من ارض مصر بتستهلك كاحتياج دولة، يتبقى 22 مليار. 22 مليار دول فاتورة حاجتين، الشريك الاجنبي اللي عامل معايا حقوق الامتياز واللي بيخرج الغاز من حقل زهر وخلافه من المشروعات، وده لازم بدفعها له، وايضا ما يتم استيراده بقى من منتجات. 22 مليار محتاجينهم. طب احنا الفترة اللي فاتت عملنا ايه عشان نقدر وما نزودش الاسعار بالصورة كبيرة جدا على المواطنين؟ اضطرينا ان احنا نيجي
انا بقولها بمنتهى الشفافيه، نيجي على الشركاء الاجانب ناخر سداد مستحقاتهم. والموضوع ده مش سر، واتقال ان عندنا يعني كانت ازمه قبل ما الحمد لله موضوع الاستقرار بتاع سعر صرف الدولار دلوقتي ونبدا النهارده بدايات الانفراجه، كانت عندنا مشكله كبيره جدا في متاخرات الشركاء الاجانب. المشكله في ايه؟ ان لما بيتاخر الشريك الاجنبي ده بيبدا ياخر استثماراته جوه البلد، فما يقدرش يطلع لنا، بدل ما كان عندنا توقعات يبقى انتاج جديد يجي من غاز وبترول بيتباطا ويبدا يتاخر. فعشان كده كل شغلنا الشاغل نرجع هذا الموضوع. وعشان كده وجهت السيد الوزير البترول والمالية هنبدأ الأسبوع الجاي بسداد 20-25% من المتأخرات، ويتم جدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب. ده عشان نحل الأزمة. لكن يبقى إن النهاردة عندي هذا الدعم الكبير جدا اللي وصل، هيبقى السنة الجاية محطوط كام في موازنة الدولة؟ أنا بقول لحضراتكم سنة 21-22 كان كل الرقم 19 مليار، السنة الجاية محطوط 155 مليار جنيه دعم للمواد البترولية. ليه؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم هنحط خطة من هنا لغاية ديسمبر 25 نحاول نرجع للتوازن إن شاء الله، لكن في خلال هذه الفترة لازم أنا كدولة أدعم، يبقى مضطر إن أنا أحط الرقم ده كدعم إضافي علشان نقدر نتجاوز هذه الأزمة. أنا بشرح كل هذه الأرقام وعشان يبقى كل مواطن عارف إحنا شغالين إزاي، وكدولة في إطار التحديات حاولنا إزاي وبنحاول وحنحاول نخفف من الأعباء بقدر الإمكان. ولكن لازم هنبقى عارفين إن هناك فاتورة كبيرة جدا بتتزايد، هي مش ثابتة، عمالة تتزايد، ولازم بنجري وراها. كل همنا إن إحنا ازاي نصل الى التوازن في حاجات معينة عشان بجد نفضل الدعم الحاجات المهمة للمواطنين المستحقين ياخدوها. وده اللي بيحصل يا جماعة. فاتورة الدعم السنة الجاية 636 مليار جنيه، السنة دي اللي هي اللي هتخلص 30/6 كانت 530، يعني مزودين 20%، يعني الدعم ما بيقلش، الدعم بيزيد. وده ياخدني يعني عشان اختم كلامي بان ابتدت اراء كثيرة جدا، وكانت الاراء دي دايما بتطلع وليها وجهتها، بيقول ان الدولة المصرية محتاجة انها تتحول الى منظومة للدعم النقدي وليس الدعم العيني. بمعنى ان يبقى هناك فكرة ان بدل ما انا بقول بدعم الرغيف العيش وبدعم السلع التموينية وانبوبة البوتاجاز وبعض الخدمات، طب ما انا ادي رقم احسب الدولة بتتحمل قد ايه متوسط على المواطن، وادي هذا الرقم للمواطن في ايده، وبالتالي يبقى الاسرة، لما بقول الاسرة فيها 5 أو 6 يبقى الرقم اللي كان للفرد يتضرب في 5 و6، يبقى معهم رقم معتبر يقدروا بناء على ذلك يقدروا هم احتياجاتهم يشوفوا هو عايز ايه، ايه الاولوية بالنسبة له. الكلام ده عمالين بنتابعه وبنستمع ليه وبجتمع مع خبراء في هذا الكلام، ولكن اعتقد على المدى المتوسط هذا هو الحل الحقيقي لمصر، ان هتظل منظومة الدعم، هتظل منظومة الدعم بس تبقى محوكمة ويبقى رقم كلنا عارفينه. والرقم ده مش هيبقى ثابت، الرقم ده ممكن بيزيد كل سنة مع التضخم مع ارقام معينة، فبالتالي هو بيزيد مش بيبقى ثابت. ولكن عشان نضع تفاصيله وآلياته الموضوع محتاج حوار مجتمعي. عشان كده يمكن انا هنا النهاردة بعلن ان هذا الموضوع محتاج ان احنا نفكر فيه ونضع ليه ضوابط وحلول وأفكار، وهنستعين إن شاء الله بالحوار الوطني. الحوار الوطني بيمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين لأقصى اليسار، وأيضا الخبراء الاقتصاديين يضعوا لنا، وأنا هحدد نهاية 24 ديسمبر 24 أن يطلعوا لي بتصور هل هو ده النموذج الأفضل لمصر أم لا. إذا كان هو ده النموذج الأفضل، طب آليات تنفيذه تبقى إزاي؟ بحيث لو حصل عليه توافق ممكن نبدأ تطبيقه تدريجيا من العام المالي 25-26، لأن ده هيبقى محتاج آليات تنفيذ كتيرة جدا. فبالتالي مصر محتاجة أنها تتحرك في هذه المنظومات كلها بثبات في طريق إصلاح اقتصادي حقيقي. إحنا كل هدفنا من كل المشروعات اللي حركوا بتشوفوها نمو وخلق فرص عمل وبنية أساسية وتمكين للقطاع الخاص انه فعلا
يقود الدولة ويزود موارد الدولة من العملة الصعبة ومن الانتاج ومن تقليل فاتورة الاستيراد، وده شغلنا الشاغل وده اللي قاعدين عليه. احنا مش فقط بنبص على فاتورة اعباء موجودة على مدار الشهور ولا السنة الجاية، انا ببص لقدام، وان حل الدولة وزي ما بقول لحضراتكم وواثقين بزيادة مواردنا وانتاجنا نقدر في خلال 3 سنين نكون واصلين لهذا التوازن، يبقى ساعتها الدولة غير معرضة مرة أخرى لا قدر الله أن يحصل هذه النوعية من الأزمات اللي احنا موجودين فيها.